السلام عليكم، واش الخوت؟ صافا لاباس عليكم؟ هانين نتوما؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اخوتي شريت لكم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نجاوب على شي اسئله طرحوا ليا كما العاده، وغادي في نفس الوقت غادي نصحح لكم بعض الاخطاء. يعني حيت علاش؟ كما قلت لكم النهار الاول، انا كناخذ المعلومات، بعض المعلومات، يعني ماشي كل شيء، بعض المعلومات اللي انا ما عارفهمش كناخذهم من البعد. لهذا انا دابا بغيت نصحح شي اخطاء في الفيديو اللي من قبل، ربما ماشي الاخطاء ولكن غادي، المهم غادي انا غادي نقول داك الشيء اللي كاين، كل واحد يسول على راسه. ماشي غادي نقول لك شي حاجه خويا غادي تمشي ديرها بالضبط، سير انت تسول على راسك، كلشي كيسول على راسو حيت ما كاينش شي واحد تزاد معلم. المهم خوتي، اليوم انا ما حل موتور لا والو، انا غير كنت كما هذا كتسمع الناس بزاف، وهذا كنت بغيت ندير واحد الخدمه. المهم قال لي السيد غادي تشوف الفلتر تلير، كتكون فيه واحد الثقبه، انا غادي نوريكم الفلتر، اسمحوا لي. الفلتر هو هذا، ها هو ديال الموتور، ها هو النص ديالو، ها هو محيد، بغيت نكبر لي النص ديالو. ها هو اخوتي كما كتشوفوا الفلتر دابا هو مجموع، ركبت ليه الطرف ديالو للور، او هذا كيتحيد، كاينه بونجه هنا الداخل الوسط منه. المهم اخوتي انا غادي نحاول نوريكم الفلتر مزيان ونشرح لكم على الفلتر، عاد نبداو الموضوع ديال الاسئله باش نجاوب على كل شيء. السلام عليكم، هذا هو الفلتر اخوتي، هذا هو الفلتر، ها هو كتفرق، ها هو، يعني ها هو، هذه هي البونجا اللي كتكون في وسط منه، بونجا كتكون في وسط منه، نحاول نوضح لكم. كتكون هذه الشبيكه، هذه كتكون الشبيكه بحال هكا، يعني راه باينه، راه مرة تقلب، كتكون فوق منها بونجا، وعاد هذه بالفيسات ديالها. المهم انا حليتها وفرقتها. دابا اخوتي انتوما هاي اول فلتر راكب، فلتر ها هو راكب، هنا كاينه ثقبه، هنا كاينه ثقبه، ثقبه وحده فيهم خاصها تكون محلوله. ها انتوما هنا كاينه ثقبه وهنا كاينه ثقبه وحده اللي كتكون محلوله، يعني ما كيكونوش محلولين بجوج. مع انا راكب الفلتر بحال هكا، الاخر السيد الاخر صافي قال لي بغيت نشوف واش الثقبه اللي في الفلتر محلوله او لا. فعلا صافت صبعو بحال هكا وهي راكبه بلاصتها، لقى هذه مسدوده، تلاقى مع هذه اللي هي مسدوده، ما شافش هذه اللي هي محلوله. المهم اخوتي قال لي الثقبه ديال الفلتر ما محلولاش، قلت انا علم باش هذا نولي نحل الكاريناج عنده ويولي كرفص لي كاريناج وهداك الشيء، انا ما تنبغيش الكاريناج تكرفص، الكاريناج هو الموتور، اما داكشي اللي داخل مدرك مدرك ما تيبانش، واخا يكون عيب ولا هذا ما تيبانش. المهم خوتي حيت لي فلتر راسي، لقيت الثقبه هذه محلوله، لقيت هذه مسدوده، قلت ارا نشوف، انا ندير واحد التجربه، غادي نزيد نحل حتى انا هذه، غادي نزيد نحل هذه ونسير الموتور ديالي في الطريق ونشوف. المهم حليتها، حنا كتحل بالزرب يعني ساهله، دايرين لي واحد سميتو غير كيتحيد، يعني ديجا دايرين وعليها حسب، يعني الا بغيتي تحلها. المهم وحده اللي كتحلها خوتي ما كيتحلوش بجوج، انا نقول لكم علاش. المهم انا حليت، ركبت على الموتور ديالي، سييت الموتور ديالي، شنو ولا؟ ولا عندي الصوت ديال الفلتر بحال قلت لي هذاك سيلونسيوز، ما بقاش ولا عندي الفلتر تيغر بحال هكا، تيعطينا واحد الصوت غليظ، ولا الصوت ديال الموتور غليظ ملي زدت ليها الثقبه هذه. المهم خوتي دابا راه حيدتو، على اساس انا حيدتو، ما حيدتش الكارناج باش تعرفوا اشنو، الا بغيتي يعني تقلب فيريفي بالضبط واش الثقبه محلوله او لا، ضروري اغلبيه خصو يقلب واش وحده محلوله او لا، نورمالمون خصها تكون وحده اللي اللي خصها تكون محلوله. كتحيد هذا الكارناج اللي هنايا، كتحيد الكوسان، كتحيد السرج، اغلبيه الكوسان السرج المهم كتحيدو، كتحيد هاد الكارناج ديال الفوق، هاد البنده هادي ديال الفوقانيه، الكارناج ديال الجناب ما كيتحلوش، كتحل غير الفوقاني، كتحل الفلتر جوج بولونات، عندو جوج بولونات، ها هو واحد، ها هو واحد في اليمين وفي اليسار، كتصيفط شي طورنوبيس قصير
جيت الكاربيراتور كتحل هاد الكوليه هادي طورن بيس امريكان يكون قصير باش هو يحل لك، حيت اللي كان طويل خصك تحل الكاريناج، الا ما عندكش طورن بيس قصير ما تحلوش، حيت خصك تكون مي كاريناج محيد. انا ما حيدت لا كاريناج لا والو. المهم كتحل كتجيب الفلتر كتقلب خصها تكون وحده محلوله. المهم هذه النقطه المهمه اللي بغيت نحطها لكم على ود هذا الفيديو هذا، درت لكم هذا الفيديو هذا. وفي نفس الوقت اخوتي طرحوا لي بعض الاسئله، غادي نطرحهم يعني غادي نجاوب عليهم، غادي نجاوب عليهم ان شاء الله. دابا اخوتي الاسئله، اول سؤال غادي يطرح لي هو ديال سكات الموتور. الموتور كيسكت الموتور اخويا الا كان تيسكت لك الموتور غادي نوريك شنو دير. الموتور كيسكت لك انت، غادي تجي لهنايا دابا راه ليبر، غادي تجي لهنايا الكاربيراتور ها هي، غادي نحاول نوريك انت اخويا، غادي نحاول نوريكم بالضبط هاد الفيس هذا هو هاد لارانتي الاولاني هذا، وكاين هذا اللي حداها هو ثاني، كاين هذا لارونتي باش تاكد عليكم كد لكم مزيان. نحاول نقرب لكم باش تشوفوا ما تراتش. هانتوما اخوتي هاد الفيس هذا هو، كاين هذا كاين هذاك اللي حداه ها هو الاولاني اللي من هنايا ديال لارونتي، وهذا هو ديال اللير ديال اللير اخويا. كتصيفط الطورنوبيس، انا غنصيفط لك الطورنوبيس من هنا، ها هو فيه الطورنوبيس. كنتمنى الصوت ديالي يكون واضح خويا. انا دابا داير الطورنوبيس في الفيس ديال لارونتي، ماشي ديال لارونتي، ديال الريحه ربي. ها انتما كتزير الليمن ديالك، هو انك كتزير يعني غادي تدور الفيس تتحس بالموتور باغي يسكت غتخليها تحبس في ديك اللقطه، في ديك الحاله غادي توقف الطورنوبيس ديالك. في ديك اللحظه اخويا غادي تحاول تزقي يدك، ياك غادي تزقي يدك بحال هكا، غتولي تلعب الفيس هكا، غتولي تحل الفيس واحد شويه وتحس بطير بالموتور، صوت الموتور واش كيتزاد، يعني خصو يكون ما بين الديراطاج وما بين لارونتي، يعني في الزياده، يعني خصو يكون تكون كتلعب ما بين ملي تدورو وباغا الموتور يسكت، تما فين خصك تلعب بالفيس، تما فين كاين، حيت علاش الفيس دلير ما خصوش يكون محلول وما خصوش يكون مسدود في نفس الوقت، خصو يكون في الوسط. بحال دابا انايا راه كما كتشوفوا الفرطه واقفه نيشان، ولكن باقي انا شاك فيه، يعني حيت علاش بحال الا حسيت بان بحال الا لاحظت بان الكونسوماسيون شويه تزادت عندي ديال ليسونس، يعني تزادت عندي شويه الكونسوماسيون ديال ليسونس، يعني تي كونسوم ليا شي شويه. المهم انا مازال غادي نلعب به شي شويه نريغلو مزيان هادشي اللي كاين. يعني اول حاجه اللي كتسكت لك الموتور هي هادي، ثاني حاجه اخرى هما لي صباب اخويا، الا كانوا لي صباب مزيرين ما يبقى يسكت لك الموتور، الا وركتي عليه وفرانيتي على غفله يسكت لك الموتور اصلا. هادو يعني هادو تيسكتو الا فرانيتي السك بحال هكا على غفله بالجهد كيسكتو هاد الماتر، هادو كلهم كيسكتو. انا بالنسبه لي جربتو دابا شي جوج مرات سكت ليا في نفس الوقت، فرانيت على غفله وسكت ليا الموتور. المهم هذاك ماشي مشكل، المشكل هو ديال السكوت عادي كتوقف كيسكوت ولا هذا، واخا هذا المهم يكون عندك لي صباب مريقلين ما يكونوش محلولين وما يكونوش مسدودين. اذا كانوا محلولين يكونسوم ليك الموتور ليسانس في نفس الوقت وما يفقاش يشد ديك لارونتي، كانوا مزيرين كذلك ما يفقاش يشد ديك لارونتي، وغيولي الماكينه دغيا تسخن، غتولي تقيس الماكينه دغيا طيب، واخا ضرب غير مسافه قليله. حاجه اخرى بغيت نهضر عليها، مره اخوتي ميك على هاد الساروت هادي ديال الديماراج، ميك عليها مسكينه، خدم الميني بيل، ديماري من الميني بيل باش منها
كترخف حتى على الدمار، حيت الدمار ماشي شي حاجه، الدمار دغيا مسكين تياكل العصا دغيا كيمشيو ليه الشربونات. المهم الواحد يحاول يبعد شي شويه على هاد السارو ديال الديماراج، يولي ديماري مره مره. انت عندك مينيبيل الموتور كيديماري مزيان، ديماري بمينيبيل، ميك على السارو شي شويه وميك على الديمار بهذيك الطريقه، الديمار حتى هو يرتاح شي شويه. وشي وحدين اخرين كنشوفو كيدير الساروت، سمح لي ما كاينش الساروت حدايا، كيدير الساروت في نفس الوقت كيشعل، كيدير كي اشنو كيدير، كيشد فران، كيشد فران بحال هكا، تيبرك ديريكت على البطونه، يعني ما تيعاونش الموتور بواحد شويه الاكسيراتور. هذا خطا. هنا الا درتيها شهر شهرين اكيد الديمارور غادي يمشي بحالته، حيت علاش الموتور مسكين تيخصو واحد شويه ديال انا كنديرها كندير واحد شويه ديال الاكسيراتور، تنغفلو، تنقيس الاكسيراتور شي شويه، كينوض الموتور، تنطلقو. اما باش دير يدك على الفران وتجي تبرك على البطونه ديريك بحال هكا، الديمارور ما يضرب لك ولا غادي يمشي لك الديمارور وغتندم عليها. حاجه هي هذيك علاش انا قلت لكم دابا الواحد يخدم شويه المينيبيل، المينيبيل مرتاح شحال ديال انت، انا ما تنخدموش بزاف، ولكن مؤخرا وليت نخدمه، وليت كنضرب مينيبيل ديماري عادي ما فيها حتى شي حاجه. الا نسيت شي سؤال ولا شي حاجه سمحوا لي. المهم كنحاول انني نجاوب كل شيء. المهم خوتي دابا غنرجع لكم للاخطاء اللي كاينين، هما ديال البينيوات اللي هضرت عليهم، ديال البينيوات على ود الزياده في السرعه. انا دابا عندي 36 هنايا، عندي القدامي 14. شي تيقول لي خلي الموتور ديالك هكا، شي تيقول لي ركب هنا 32 وخلي القدامي. هادو السيكليسيات يعني راه ماشي كناخذ يعني السيكليسات، يعني كنمشي حتى لعندهم، يعني حتى انا باش غنستشر ونشوف اش كل واحد شنو يقول لي. اما انا راه غندير خدمه ديال راسي انايا، انا راه غنركب بينيو هنا ونسيي الموتور، نقدر نحيي البينيو دابا، انا نجيب بينيو نسيي ونركب على الموتور، يعجبني هو هذاك، ما عجبنيش نجي نحيدو ونرجع ليه ديالو، ما عنديش مشكل انايا. انا غير المهم غادي ناخذ التجربه، هذا هو الاهم، ما كيهمش البينيو شحال داير كاع بسلامه، الموتور داير مليون شريناه بمليون وما نشروش بينيو. المهم اخوتي البينيو عندي 36 هنا 14، قلت لكم كل واحد اشنو كيقول لي، كيقول لي شي كيقول لي خلي الموتور ديالك هكاك، شي تيقول لي ركب 32 هنا وخلي قدامي، شي تيقول لي غادي تركب هنا 42 وتخلي هذا، ولا دير هنا 13 حتى انا عندي 14. ما عرفتش ما ندير، ولكن فكرت انني خديت واحد القرار غادي نديرو، غنخلي هذا 14 ولا غادي ندير 13 وهنا غادي ندير 42، غادي نزيد في البلاطو، يعني ما غاديش نصغرو، حيت في عينان الا صغرتي ما حد كتصغر في البلاطو كيولي عندك الموتور يدور في الخوا، الموتور تيغوت ولكن في بلاصتو. يعني خممت في هذه القضيه هذه، فعلا عندهم الحق واحد السيد جاوبني في الكومونتير عنده الحق، او فعلا طرحوا لي واحد السيكليست قال لي ما حد كتصغر في البلاطو كيولي الموتور يغوت وما كيتمشاش. المهم البلاطو ما زعما تيكون كبر في الدوره ديالو مزيان. المهم غادي نجرب 42 انا هنايا، غنخلي هذا دابا، غنجرب غنركب 42 وغنسيي الموتور، عجبني هو هذاك ما عجبنيش غادي نسيي، غادي نقدر نرجع ليه ديالو، نقدر نسيي بلاطو اخر. المهم اللي جا مزيان غادي نشوف، حيت علاش كاين تا بلاطو قال لك الا صغرتي منه غتولي الموتور يدور في الخوا، يعني غتولي الموتور الماكينه تاكل العصا، باش نوضح لكم، يعني غتولي الماكينه مسكينه تغوت والموتور ما كيتمشاش يعني في بلاصتو. هذا هو المشكل اللي كاين، وما بغيتش شي حد يطيح في هذا الخطا هذا، وحتى حاجه ما كنديروها بلا ما نتشاوروا، وحتى حاجه ما كان يعني ما تنقولهاش الا خديتها بوضوح، يعني ما تنقول شي حاجه من راسي. بالنسبه لشي حاجه شي حوايج اخرين اللي بغيت نهضر عليهم، البنوات اخوتي، البنوات ماشي ندخل لاي بومبا، ماشي ندخل البومبا ونركب تيو في الرويضه ونبدا نفخ بلا ما نعرف. انا عندي في سميتو
عندي الكتالوج كانت مع واحد الورقة دارين لي العبار ديال الروضة شحال خصو يكون فيها. غادي نحاول أنني نوريها لكم دابا. يا دي أخوتي هيا أنا ما فاهم فيها حتى شي حاجة. المهم أخوتي كما كتشوفوا يعني من الفوق 200 كيلو باس ما عرفتش شنو هي هذيك. يعني الريح شحال خصك دير في الرويضة. هادشي انا ما اظن على هادشي اللي فهمت انا حيت هادشي ماشي بالفرنسي. المهم انا اللي قاري انا مصورها مزيان غادي يفهمها هنا. هادي اللي فهمت يعني 2.5017 هي النمره ديال البنوات كما كتشوفوا. ها هي لتحت كما كتشوفوها. اسمحوا لي ها هي نجيبها. هذا جبت لها الدوره. فين هي؟ فين هي؟ فين هي؟ ها هي 2.7517 هي هذيك اللي كاينه. هي 2.7517 ها هي اخوتي مكتوبه هنايا. يعني غيكون قدامي 2.5017 واللوراني 2.75 ولا هادو كيركبوا بجوج. يعني 2.5017 كتركب 2.7517 كتركب. المهم نمشيو لقدامي حتى هو شحال فيه. واش نفس الشيء؟ ها جوج اخوتي ها هي 2.5017 يعني القدامي ماشي هو بحال اللوراني على ود لا شارج يعني على ود الثقل دايرين 2.7517 والقدامي فيه 2.5017. هذه فكره زوينه عاوتاني باش كتعرف اشنو اغلبيه ما عندوش اتليتيكي هذا. حنا انا يلا لصقتهم ها هما الاوراق باش حيدتهم. يلا لصقوا مع جاوني مع كتالوج. هذه السلسله لاشين سلسله يعني كيفاش كتركبها. ما خصهاش تكون مرخوفه، ما خصهاش تكون مرخيه بزاف. وحاجه اخرى اخوتي غادي نهضر عليها وهي الاخرى غادي نهضر عليها في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي تتقول لي الفيفراسيون كيفيفري الموتور وتيغوت، اخوتي انا نقول لكم هذا الموتور ما خارش 110 من الديبار ديالو. لهذا علاش حيت الفيبروكان ديالو لاكورس ديالو طويله. يعني داكشي علاش الموتور ما خرجش سونديس. يعني الا بغيتي تحيد هاد المشكل هذا خصك تبدل الفيبروكان، والفيبروكان هو تحلو. انا الا حليتي لابواط صافي، شي الا حليتي لابواط الاغلبيه كتشوفهم كيحلوا لابواط. راه الا حليتي لابواط اخوتي راه المشكل ماشي هو الحلان والمونتاج، راه المشكل الحلان. المشكل هو ان دوك لي زارادويل كاين بعض لي زارادويل تحيد بطريقه حدو لا راديو اللي حدك تحيدو من بلاصتو راه مشكله. راه من بعد تولي شي اشرشر عندك هادشي كله بالزيت. وحاجه اخرى الالومنيوم، وحاجه اخرى الالومنيوم اخوتي سيرتو الماكينه هذه الالومنيوم كاين دابا تقدر تحل البولونات ما تلقاش الجوان هنايا واخا كاين الزيت. يعني ما تيخرجش الزيت، ولكن تحلو مره الاولى الثانيه ترجعو يولي يسيل لك الزيت. يعني تولي ديك الساعه خصك دير كولا ولا دير جوان. يعني خصك دير في ديك الحاله الكره. يعني ملي كدير الكره صافي كتفرش الماكينه ديالك كتفرشها. كاين كنشوف شي فيديوهات كيدير الكره كيلبخ لك كلشي كيولي داكشي باينه خارجه الكره على برا خارج. علاش؟ باش نبدل لي فيبروكان باش يولي الموتور يطير. لا يطير لا يطير، انا نخليه هكا الماكينه. انا راه كل ما كانش وقع عليا مشكل انا راه ما غنقيسش الماكينه ديالي وما غنحلهاش كاع، ما تحطش عليها السيرت الا في التبسيط ديال ربي. المهم كان عندي المشكل اللي كان عندي راه انا حيدته الحمد لله. كان عندي الموتور كيفيبري بصراحه، كان عندي الموتور كيفيبري، ولكن ملي بدلت السيلندر على ود داك المشكل ودرت ليه البيستون قصير الموتور بصراحه ولا ما كيفيبريش عندي الموتور، ولا الموتور زاكي مزيان ولا الصوت ديالو مزيان. المهم اخوتي هادشي اللي بغيت نقول لكم. واللي بغى يبدل الفيبروكان راه ممكن يبدل الفيبروكان. هذاك هو علاش الموتور كيغوت وتيفيبري. انا ما نقدرش نبدلو، ما نقدرش نحل المكنه حيت الا حليت لابواط صافي. الا حليتي لابواط صافي راه صافي راه الموتور ديالك صافي راه تولي ديما غادي ونطع على الله. غادي واحد ما عندناش المعلميه، ديال هذا الشيء هذا ما عندناش. تقدر تاخذ الماكينه كومبلي وما تاخذش وما تحلش الماكينه. طال لابواط مازال سيلندر وكيلاس داك الشيء ساهل تحيدو تبدلو ماشي مشكل. اما باش تحل لابواط اخوتي الا ما كانش شي زيكليت يكون تيخدم نقي وداك الشيء نقى وبالخدمه متقونه ما نقدرش نحل لابواط انايا. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. انا ما تنقولش لكم ما تحلوش وما هذا،
اللي عنده شي سيكليس ناضي يوقف على موطورو يحلو ويقاد داك الشيء مزيان. انا راه طاهر لو كنطلع الموتور ديالي. المهم كما قلت لكم غادي نجرب داك البينيو ونشوف، وغادي ندير الفيديو ان شاء الله، وغادي حيت علاش انا مدابز مع الموتور يعني باش نصاوب هذا الديبار هذا ان شاء الله. غادي نسافر هاد الايام ان شاء الله، السيمانه الجايه ان شاء الله، واحد 8 ايام ان شاء الله باذن الله تعالى. ودعيو معايا اخوتي، ودعيو معايا، راه عندي الطريق طويله، عندي 500 تقريبا شي 550 كيلومتر، 550 كيلومتر ان شاء الله غادي نضربها بهذا الموتور هذا. غادي نقلعو ان شاء الله من الرباط ان شاء الله نحو كازا مراكش ان شاء الله، كازا مراكش ان شاء الله، ورزازات ليه ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكم بزاف، دعوا معنا. غادي نحاول ان شاء الله نصور لكم الفيديو في الطريق ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم التوفيق الكاملين واحد بواحد. او بلا ما نوصيكم، ما كنوصيكمش على لا جيمات، حيت كنشوف انا داكشي بعينيا، يعني ما يحتاجش انكم دير جيم ولا دير ابوني. اللي بغى يدخل عندي مرحبا به والف مرحبا، اللي ما بغاش على خاطرو من حقو. كل واحد اخوتي حر في حياته. كندخلوا لي فيديو تاع حنايا كيعجبونا كنديروا لي جيم، ما كيعجبوناش ما كنديروا لي جيم لا والو، ولكن تبقى ديك تبقى المسانده. والمهم شكرا على المسانده ديالكم اخوتي، شكرا لكم بزاف، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وطلعوا لي اخوتي فراسكم. المهم انا اخوتي انا اي حاجه غادي نشاركها معكم. المهم ان شاء الله غادي نتعطل عليكم هذه المره هذه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون ان شاء الله النهار اللي غادي نسافر ان شاء الله بحول الله، غادي نغبر عليكم هاد الايام صغيره شي شويه في الخدمه. المهم هذا اخر فيديو ديالي في هاد السيمانه هذا، غادي نغبر عليكم حتى السيمانه الجايه ان شاء الله. غادي نصور لكم ان شاء الله في الطريق قبل ما نقلعوا ان شاء الله، غادي نصور لكم في الطريق كامله. عندي الكاميرا ان شاء الله ديك الساعه تكون عندي الكاميرا الجو برو باش ناخذ راحتي ان شاء الله في التصوير. الكاميرا بالنسبه للكاميرا اخوتي ديجا قلت لكم الكاميرا غادي تجيني من برا، فعلا جاتني الكاميرا من برا، دابا راه كاينه في مراكش، جاب عليها الدري كاينه في مراكش. خصني اني يعني نكون نهبط ان شاء الله بحول الله في طريقي، ندوز ناخذ هذاك الساعه ان شاء الله ونبلاصيوها في الكاسك ديالنا ونقبطوا الطريق ان شاء الله. انا وصحابي كاينين جوج صحابي ان شاء الله تاهما عندهم مواطر نفس المواطر، واحد اللي عنده الدوكير ربي. المهم خوتي مازال ما شفتش الموتور بالضبط شنو عندهم. المهم خوتي غادي نقبطوا ان شاء الله الطريق ديك الساعه، غادي نحاول نصور لكم ان شاء الله من الديبار حتى نوصل ان شاء الله البليده. او ديك الساعه غادي تشوفوا المناظر اللي هي مناظر خلابه وزوينه بزاف. وشكرا لكم الا طولت عليكم هذا الفيديو هذا، شكرا اخوتي، وعواشركم مباركه، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله، حيت هذا اخر فيديو ديالي ان شاء الله في هذه السيمانه هذه. تشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكونوا فيه بزاف ديال المفاجآت ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكم، كنبغيكم بزاف بزاف، شكرا لكم، تشاو، السلام عليكم.